احنا من ساعه ما رجعنا ما بتتصلش، نيجي نخرج ما بترش تخرج معانا، ده غير اني لما بكلمك ما بتردش، وكمان مسافر من غير ما تسلم. معلش انا اسف، كنت مشغول بقالي يومين. هو في ايه يا سامح؟ مالك ما تتجوزيني حتى عرفي يا عم؟ خدني في الحرام يا عم، انا موافقه. يا بنتي انت عايشه في وهم، والله العظيم العلاقه دي مبنيه على الوهم، انت مش شايفاه على حقيقته. هو مالي قلبي بكاريزمته واتيتيودو؟ انت اتيتيودو ايه؟ اتيتيودو ايه؟ قولي صبغه تيود. ما كانش ينفع يا عش كريم تفتح حساب في البنك وتحط فيه عنوانك الحقيقي. اعمل ايه يا عم رشيد؟ البطاقه اللي انا اخترتها من ضمن البطاقات اللي كانوا معايا هي اللي فيها العنوان. انت بتعمل ايه؟ ممنوع التدخين. مبروء التدخين ده؟ اهو خلاص اعصابك خلاص. المهم دلوقتي انا ما ينفعش اقعد في مصر اكتر من كده. انا هسعى في اجراءات الهجره، وانت قول لبلال ورانيا خلوا بالهم. قلت كم مره؟ قلت كتير. مش قلت لك؟ ايوه قلت لك. قلت لهم حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب قلتها بذمتك كم مره؟ خلاص بقى يا عم رشيد. طب انتوا نفذتوها؟ ما انتوا فاهم انت هتقعد تبكتنا كل شويه. انا ماشي. امشي يبقى خلي بالك بقى زي ما قلت لك. تقصد ايه يعني؟ بسرعه يا ستي. ايه؟ اقفل بسرعه. ايه يا بلال؟ هو انت كل مره تجيلي لا بالشكل؟ يا دي النيله، مش متراقب؟ مش طالعان عيني ومتراقب يا ستي؟ ولا انت فكرك يعني ان انا حابب امشي لابس اللبس المسخره؟ داخل كده هاجم على طول؟ ما انت قلتي لي بيتك ومفرحك فدخلت على طول. طيب اهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، والله ما كانش له لازمه التعب ده. استنى انت جيت؟ ايه ده؟ ايه ده انت عاديه في نفسك قوي ليه كده يعني؟ مش فاهم ايه الفرق يعني؟ زيك زي المطعم يعني. ايه ده؟ في عريس جاي يتقدم لك يعني؟ المفروض في عريس يعني، المفروض تبقي مهتمه بنفسك شويه. اه حازم باشا، لا اقعد يلا. الواد سعيد كلب بتاع صفت لبن اتكلم؟ يعني ايه مش عايز يتكلم؟ ما تمسكوه تعلقوه وتنفخوه لحد لما يتكلم. جرايه حازم باشا. باشا مصر اقعد يلا. ايه اللي تتزوق دي؟ ايه ده؟ العريس جايب السواق وبيركن هو ولا ايه؟ سواق ايه ده سامح؟ هو ده العريس؟ هو ده العريس. باشا مصر انت. انا ايه؟ باشا مصر انت. باشا مصر مش ده وحيد سيف؟ وحيد سيف يا بنت وعامل لوك جديد. ايه يا ابني؟ بقالك ساعه باصص لنا ومبتسم، ما تقول حاجه. باشا مصر قول لي يا حبيبي. ايوه. انت مش جاي تتقدم؟ ايوه. ايه قول اللي عندك. عندي ايه؟ انا كويس الحمد لله وسليمه ومعافيه، ما عنديش اي امراض. طيب ارمي بياضك. ايه شغل الدجالين ومش عاوزين ده؟ ولا ايه ده؟ انت حيوان؟ باشا مصر كلم تيتا كده. بص يا تيتا، انا معايا اول عن اخر 8000 جنيه بس، عملهم في شهرين بس يا تيتا. كدب. في 5 سنين يا تيتا. بص يا معفن مصر انت، اذا كنت عايز تتجوز بنت بنتي انا موافقة، بس لازم تجيب لها شقة 3 اوض ومهر 50,000 جنيه. اوه الضابط، انت سهران هنا؟ طب كويس، انا جبت لك قهوة عشان شكلك بتسقط. ايه ده؟ خالد باشا؟ طب انا اهو وانت اهو والزمان اهو بينا اهو. لا ينفع هنا؟ هنا؟ صحيح. استاذن انا دلوقتي. ايه ده؟ على فين يا خالد باشا؟ الله، ده لسه الغدا جاي. تسلم لي يا حبيبي، مش فرض صغير كده. والنبي اللي انت قاعد. عليه الصلاه والسلام. الو يا ناصر، ايه عملت ايه؟ اتصرفت؟ طب انا جاي لك حالا. احسن حاجه عملتها انك مشيت وخدت وراك الظابط اللي بيراقبك. اي خدمه؟ اي خدمه؟ هو ايه اي خدمه؟ اي خدمه؟ انا اللي بخدمك على فكره. طب ما خدمه ليك برضو عشان ما تتشمش وتترش في المكان. مالك هذا نصر؟ في ايه؟ شكلك مزمزق، محير، مطير، حاجه كده. مطير؟ طيارتك بكره صح؟ معنى كده ان دي اخر مره اشوفك فيها. شوف شوف يا نصر، انا هقول لك على حاجه يمكن اول مره تسمعها. كل الناس فاكرينك مسيو مسيو، انما انت راجل قوي حبيبي يا نصر. انت طول عمرك اخويا. ايه؟ في ايه يالا؟ انت اخويا. بتقولها تاني؟ انت الوحيد في الدنيا دي اللي ما استعرضش مني وقلت عليا اخويا. انا بحبك يا كريم. انا بحبك يا كريم. قول اخويا. قول اخويا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما هو كله منك، كله منك والبومه اللي قاعده معاك. مني انا عملت ايه ان شاء الله؟ يعني انا عملت ايه يعني كل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتزعل الباشا اخوكي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انا اخوها تزعل براحتك. سامح سامح خليك معايا دلوقتي. بلال وقال لك ان هو هيسلفك وبرجعهم له بعدين. يا اخي استثمر فيا يا اخي. بالظبط، خليك ذكي واستثمر فيها، دي هتغلى بعدين. دي دلوقتي فيس 2. دي فيس 2؟ هو في ايه يا سامح؟ مالك ما تتجوزيني حتى عرفي يا عم؟ خدني في الحرام يا عم، انا موافقه. يا بنتي انت عايشه في وهم، والله العظيم العلاقه دي مبنيه على الوهم.
كده؟ انت مش شايفاه على حقيقته. هو مالي قلبي بكاريزمته واتيتيودو؟ انت مش حاسس ايه؟ اتيتيودو ايه؟ قولي صبغي تيود. تجرحش مشاعري والنبي، انا بغير عليه والنبي. غير عليه دي هتف على وشه دلوقتي بس عشان تفوقي. معلش ممكن تبص للباشا دهوت كده اللي قدامك دهوت وتفهمينا ده حلو ولا امور يعني ايه ده؟ سامح. اه احنا من ساعة ما رجعنا ما بتتصلش، نيجي نخرج ما بترش تخرج معانا، ده غير اني لما بكلمك ما بتردش، وكمان مسافر من غير ما تسلم. معلش انا اسف كنت مشغول بقالي يومين.